مالهم؟ على بالهم. تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيرقا مدعمين بفرقة الأبحاث للدرك الوطني بتموشنت وفصيلة الأمن والتدخل بعين طلبة من توقيف 12 شخص يتراوح أعمارهم بين 23 و 40 سنة كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه السواحل الإسبانية، كما تم حجز زورقي صيد ومحرك نوع جونسون قوة 25 حصان. التحقيق متواصل في القضية لتوقيف باقي عناصر الشبكة، وسوف يتم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تموشنت فور الانتهاء من التحقيق.